والله العظيم اختي، وتجربي هادشي اللي شاركت معك في الفيديو، غتنسي مشكل النحافه وبوم زوي وفقر الدم والقولون العصبي من اليوم، وما شاء الله مقويه المناعه لاقصى الدرجات. ملعقه واحده من هاد الخلطه هادي تبارك الله غتعطيك القوه والنشاط في النهار ديالك. فقط تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا تستافدي ان شاء الله، واكيد فضلا وليس امرا لايكات لايكات ديالكم باش كلشي يستافد وتعم الافاده ان شاء الله للجميع ولكم الاجر. بعتيكم بداتي الفنان ديالي كيف دايرين بخير لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال. وانتم كتشاهدوا اكيد الفيديو ديال اليوم، الناس اللي اول مره غيشوفوا قناتي ما تنساوش تابوناو عبر الضغط على زر سبسكرايب او الاشتراك، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وقبل ما نبداو الفيديو كيف ما العاده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انتم صليوا على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر ليا وليكم بحول الله. الحاجه الوحيده اللي درتها باش تزاديت في الوزن وتخلص من مشكل بوم زوي اللي كنت كنعاني منه بزاف، البنات اللي معايا قدام فلاشين عارفين كنت كنعاني من مشكل بوم زوي وكنت ضعيفه، رجعوا غير فيديوهاتي القدام غنحاول نخلي لكم شي تصويره هنا كيفاش كنت قبل، غادي نتصدموا. راه ما يمكنش، تبارك الله ما شاء الله هاد الخدود، الحمد لله حصلت على وزن مثالي بالنسبه ليا، مثالي الحمد لله بسبب هاد اللحسه اللي فيا ليا الرقم واحد في المغرب. لان اول حاجه انها طبيعيه 100% فيها لا سيرو لا فانيد لا شحمه لا تخربيق، كامل داك التخربيق اللي كيديروا لكم هذاك الشيء البنات غير خوال خاوي وكتضيعوا فلوسكم والله العظيم. هذه البنات طبيعيه 100% ما فيها حتى شي مكون اللي هو غير طبيعي. ها نتوما شوفوا شوفوا ما شاء الله اللحسه على حقها وطريقه، مكسرات، فواكه جافه، العسل الحر، حبوب اللقاح، الصنبول البري، الزنجلان، كاجو، فيها القرقاع، فيها العسل الحر. ها نتوما اكثر من هذا الشيء راه ما كاينش. كنقرب لكم الكاميرا ما شاء الله، شوفوا معايا غير القرعه قداش، شوفوا القرعه تبارك الله شحال فيها. نتوما راه كتوصلكم بالمناسبه عامره الفوم لان دي مستعمله، كيلو 300 غرام علين كيلو ونص. تخيلوا ملي غنقول لكم الثمن والله ما غتصدقوني. اللحسه اللي فيها هي سي انت كاميلا، هذه البنات هذه بالضبط سي كاميلا هي الرقم واحد في المغرب للزياده في الوزن، وهي اللي استعملت وتزاديت في الوزن. وكتسولوني على سير الخدود وكذلك الجسم ديالي كيفاش غلاضيت، الحاجه الوحيده اللي عطاتني نتيجه ومني قطعتها ما رجعتش ضعافيت نهائيا، واللي كياخذها كيقطعها ما كيرجعش يضعف بتاتا واطلاقا. اهم حاجه هي انها كتغلطكم على الصح، ملي كتقطعيها بحالا كنتي كتكذبي على هذا الموضوع ديال النحافه. يسولوني كذلك النساء المرضعات كذلك ممكن ياخذوها، نساء رجال واطفال كذلك ابتداء من ربع سنين ممكن ياخذوها، كذلك الناس اللي عندهم بوم زوي، فقر الدم والقولون العصبي. والقرعه تبارك الله ما لاحظتوش انا ولات من الحجم الكبير ديال كيلو 300 غرام، هذه هي اللحسه الفلاليه اللي كانت قبل فيها نص كيلو. شوفوا الحجم ديالها باغابوغ هذه شحال، غير باش تعرفوا الفرق. البنات القدام كانوا كياخذوها ب 219 درهم والتوصيل فابور. شوف اليوم جبت لكم مفاجأة برومو فقط لمدة أسبوع، القرعة الكبيرة البنات ديال كيلو 300 غرام فقط 249 درهم. قلت لكم القرعة الأولى كانت ب 219 درهم، دابا هذه ب 249 درهم والتوصيل فابور من طنجة حتى القويرة فين ما كنتوا في المغرب، وكذلك الناس اللي عايشين في أوروبا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، أي بلاصة في أوروبا تواصلوا معنا كذلك في هذا الرقم ديال الواتساب. اي واحد بغى اللحسه الفلاليه قبل ما تسالي فيها البرومو، ستوك محدود جدا، كتكون اللحسه غيبتيغ دو ستوك ما كتكونش في ستوك. تبارك الله ما شاء الله راه في نهارها كتسالي، والله العظيم البنات راه ماشي غير جات الرقم واحد في المغرب، راه الناس بغاوها وما لقاوهاش في واحد الايام لان كانت سالت في ستوك. هاي رجعت في ستوك ولكن بكميه محدوده جدا، والبرومو فقط لمده اسبوع، من بعد هذا الاسبوع غترجع للثمن الاصلي يوم العرض محدو كاين، والتوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب. بالنسبه للناس اللي عايشين في اوروبا وبغاو اللحسه الفلاليه ما غتصدقوش الثمن ديال التوصيل، ما عمركم غتلقاو شي ثمن ديال التوصيل مناسب اكثر من هذا. بالنسبه لاي واحد بغى يستافد من البروموسيون، حيت كيكون ضغط كبير البنات في لي ميساج غير باش تعرفوا هذه القضيه هذه، وكتكون صعوبه كبيره باش تجاوبي كلشي، حيت كتجاوبي هذا الاخر كيجاوبك كيعاود يجاوبك الاخر، يعني تبارك الله ما شاء الله واخا نبقاو 24 ساعه في الواتساب باش نجاوبوا داك الكم الهائل، تبارك الله ما شاء الله من لي ميساج ما غاديش نسالي. والرابط ديال الواتساب غتلقاوه في اول تعليق وفي صندوق الوصفات، كليكيو على داك الرابط غيدخلكم نيشان في الواتساب، غتكتبوا لهم السلام عليكم بغيت نستافد من البرومو، الاسم الكامل ديالكم، السميه والكنيه ديالكم، المدينه فين ساكنين، والنمر التليفون ديال المكالمات، صافي. وتقول لهم شحال من قرعه بغيتوا، وحده ولا جوج ولا ثلاثه، غادي يجاوبوكم، وفي ظرف يومين ان شاء الله من بعد ما يجاوبوكم غتوصلكم لا كوموند ديالكم حتى لباب الدار فين ما كنتوا في المغرب. اللي عايشين في اوروبا وغيتواصلوا معنا كذلك هنايا في الواتساب
حتى نتوما نفس الشيء غتخليونا الاسم الكامل والنمره الهاتف ديال المكالمات ديالكم في البلد اللي نتوما فيه، وكذلك المدينه والعنوان بالضبط ديال الدار ديالكم فين كاينه. غادي يجاوبوكم ان شاء الله باش يقولوا لكم الطريقه كيفاش توصلكم لخارج المغرب في ظرف اسبوع واحد فقط، غتوصلكم التوصيل سريع جدا. احسن حاجه باش توصلكم لا كوموند ديالكم دغيا وتستافدوا من هذا البرومو قبل ما يسالي ستوك، انكم تدخلوا الرابط ديال الموقع، غنكتب لكم في صندوق الوصف رابط الواتساب ورابط الموقع. هذاك الرابط ديال الموقع غتكليكيو عليه غيدخلكم ان شاء الله في الموقع، غنخلي لكم الطريقه الشرح ديالو، مع غتكليكيو عليه غيطلع لكم هذه الصفحه هذه، ديروا اطلب الان وكديروا الاسم الكامل، المدينه ديالكم والرقم الهاتف، وكديروا اضغط هنا للطلب، طلع لكم هذه الصفحه هذه اللي كتشوفوا هنا قدامي الناس اللي غيكوموندي في الموقع، باللي صافي الطلب ديالكم تخد وغادي يعيطوا لكم الغد ليه باش ياكدوا معكم الطلبيه. ضروري تاكدوا معاهم لا كوموند من بعد يومين كتوصلكم حتى لباب الدار، وبالصحه والراحه. واللي غياخذها واقسم لكم بالله العلي العظيم الا غيترحمني وغيتشكرني عليها، هذه البنات الحساب الى ليا على حقها وطريقه. تخيلوا تبارك الله غير التنقيه ديال الاعشاب وكذلك باش توجدوا المكسرات وبشحال من حاجه باش تصايب هاد اللحسه، راه كتاخذ مده اللي طويله. داكشي علاش ملي كتقاد من ستوك كيخص مده طويله على الاقل واحد الشهر اخر، كيعاود ستوك عاوتاني عمر مره وجديد باللحسه الفلانيه. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها، كتاخذوا معلقه بعد الفطور ومعلقه قبل الغداء قبل العشاء ثلاثه المرات في النهار، كتخد اللحسه الفلانيه. اليوم واخا تبارك الله غتجيكم بنينه 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 لواحد الدرجه، ما كنكذبش عليكم انا صافي راني حبست الحمد لله حتى وصلت للوزن المثالي. قضية بالمناسبه كتعطيني قوه ونشاط في النهار ديالي، كنخدم كنشقى كندير شحال من حاجه الحمد لله بلا ما نحس بداك التعب وبداك المجهود، لانها مقويه للمناعه كذلك ليكم ولوليداتكم. هاد القضية باش ما ننساش، نحاول نخلي لكم هنا بعض غير بعض من اراء الناس حيت ما يمكنش غيجي الفيديو طويل بزاف. اللي كياخذ اللحسه الفلانيه اقسم لكم بالله هادي سي كاميلا كيترحمني عليها وكيقول لي سيرا شيما بغيت ربي يسهل عليك امور كاملين وبغيت ربي يفرحك، وانا هادشي اللي كنتمنى منكم غير دعيوه ديال الخير، لان هادي الحاجه الوحيده اللي عتقاتني من نحافه وعتقات بزاف ديال البنات، والمذاق ديالها اون فوا غتوصلكم غادي تجبدوا معايا القا وتاكلي وتشوفي المذاق ديالها كيف داير. انت جربتي شي لحسه قبل من هذه غتعرفي مزيان مزيان علاش هذه مكلاسيه الرقم واحد في المغرب. بارك الله المكونات ديالها باش نصوبها، انت كتاكلي فيها وكتحسي بالقرقاع باللوز بالكاوكاو تبارك الله بالمكسرات، عامره عامره بالمكسرات والله العظيم. شحال هذوك تقولي اختي غنحطها مع اتين وغنغمسها انايا بحال املو، راه بنينه 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 ما غتسخاوش بها، ثلاثه المرات في النهار غتجيكم قليله. ما يمكنش شحال بنينه، ميمكنش والله العظيم. الوليدات الصغار غتحمقهم بزاف بزاف، غيولي تبارك الله ياكلوا فيها ويعاودوا وغتفتح لهم الشهيه. ثم كانت فعاله جدا، اول حاجه انا ما غنشاركش معكم نهائيا وبتاتا، ما غتبانش فيا النتيجه بعد انا الاولى، وكذلك البنات اللي غياخذوها ما غتلقاوش تبارك الله هاد الفيدباك او لهاد اراء الزبناء بهالطريقه هذه. راه هادشي اللي كنحط لكم راه غير شويه من بزاف. كذلك العريسات اللي ما بقى لهم والو على العرس ديالهم، ان شاء الله بزاف ديال العريسات كيدوزوا عندي وتبارك الله كتقول لي باقي لي اسبوع باقي لي 10 ايام ماشي ما 15 يوم على العرس ديالي، ما عرفتش كيفاش غنغلط، بغيت غير شويه نتزاد باش نبان هكا في العرس ديالي. وكتاخذ هاد اللحسه هادي اسبوع واحد فقط كيبدا يبان لكم الفرق وكتبدا الشهيه تحل لكم. ولكن كنصح اي وحده عروسه واللي عندها متسع ديال الوقت جربيها، غتستعملها لمده شهر، يعني القرعه تقريبا دير اكثر من شهر هادي. كاينو معايا كنلقى شي وحدين كيبيعوا لكم لحصه اللي هي اصلا ماشي لحصه، ملي كتحلها كتلقى اللون ديالها بعد صفر، ماشي هاد اللون كيبان كلشي تبارك الله محمر وكلشي واخد حقه في الطياب على حقه وطريقه. ها انتم كاين اللي كيبيع لكم اللحصه كيقول لك لحصه وهي ماشي لحصه، كيكون كاع المكونات خضرين كضركم في المعده بعدا اصلا، لان المكونات ديالها كيكونوا ما طايبينش مزيان. دو بالكم من هاد القضيه هادي، كاين اللي ما كيخافش الله، كاين اللي كيخلط فيها السيرو، كاين اللي كيخلط فيها الفانيل، كاين اللي كيدير فيها الشحمه، كاين اللي كيدير فيها بزاف ديال العجب. تقريبا في الحجم كتكون الربع ديال هادي وما واصلش الربع، يعني كتكون القرعه غير صغيره كتكون ناقص على هادي، وكيعمروها لكم وكتقول لك اختي ها هي اللحسه الفلانيه، ما كديش لك حتى ربع ايام. راه كنبيعها لكم بوجهي وانا طالعه معاكم في الكاميرا وبقناتي الحمد لله وبالمصداقيه اللي تعرفت بها النهار الاول وبحب الناس ليا وبزاف د الحوايج. ما يمكنش نخسر هذا الشيء كامل بسبب منتوج نشاركه معاكم اللي هو ما غيليقش لكم. راه تبارك الله هذا المنتوج راه علينا تبارك الله اكثر من عامين، تخيلوا شحال ديال الناس تبارك الله اللي خداوها ولقاو نتائج رائعه جدا. الناس اللي غياخذوها بصحه وراحه مسبقا، نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي بخير وعلى خير. بوسه كبيره لكم، باي باي.